السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سوف نتعلم مهارة الأوبجكت ستيت أند البوتوم. أولا الخطوات بالترتيب: اختيار الشكل أو الصورة، اختيار زر بوتوم، اختيار زر أكشن، رابعا أون أكسس، جو تو نيكست سلايد، أو اختيار المكان الذي أريد الذهاب إليه. أولا قم باختيار الصورة أو اذهب إلى شيبس لاختيار الشكل المطلوب. قم باختيار الشكل الدائري. قم باختيار Use as a button، ثم قم باختيار زر أكشن. ثم قم باختيار On Access. ستظهر لك العديد من الخيارات، اختار المكان الذي تريد الانتقال له. مثال على ذلك Go to another slide، ومن ثم الكتابة داخل الدائرة. المهارة الثانية: الخطوات بالترتيب. أولا اختار الشكل أو الصورة، ثانيا اختار زر Object State، ثالثا اختار زر Roll Over، رابعا اختار اللون، أو اختار زر Down ثم اختار اللون. الذهاب إلى Object State ثم اختار Roll Over. اذهب إلى Fill واختار اللون المناسب. نلاحظ تغيير الدائرة إلى اللون الوردي. والآن المهارة الثالثة: اذهب إلى Object State، قم بالضغط على Down ثم الذهاب إلى Fill. قم باختيار اللون المناسب. وفي النهاية يمكن مشاهدة المشروع بشكل متكامل عن طريق Preview ثم اختيار Project. في هذا الدرس تعلمنا ثلاث مهارات: أول مهارة الانتقال إلى شريحة أخرى أو إلى مكان آخر عن طريق زر Button، ثاني مهارة من Object State اختيار Roll Over، ومهارة Down.